نتسافل الحديث أكثر مع ضيفنا. ينضم إلينا الآن من دبي الخبير في مواقع التواصل وأمن المعلومات أيمن عتاني. سيد أيمن أهلا بك معنا. يبدو بأن عمالقة التكنولوجيا اليوم يدخلون وبقوة في منافسة محتدمة. ما رأيك في هذه الخطوة التي تقدم عليها الآن فيسبوك بطرح ميزة الغرفة الصوتية؟ هلا داريان الخميس اللي عم نشوفه نحن هلا على خدمة الدردشة الصوتية بذكرنا من كم سنة لورا على خدمة ستوريز يلي كانت رائجة بسناب شات وفي استعمال كتير كبير لها، وبعدين في غير منصات يلي عملوا نسخة شبيهة منها يلي من ضمنها انستغرام وفيسبوك واتساب ولينكدين وغيرها. فصار في هالحماس قبل فترة وهالخدمة صارت موجودة لنا على كل المنصات المستعملة. فهلا نحن كخدمه الدردشه الصوتيه في يعني يلي اكثر شيء هلا كان رائج لها كان بمؤسسه كلاب هاوس مثل ما تفضلتي، وهلا يعني نحكي يعني فيسبوك عنده اياها الخاصيه، مؤسسه سبوتيفاي عنده اياها الخاصيه، لينكدين عم يشتغل على هالخاصيه، تويتر عنده اياها الخاصيه موجوده. فهيدي حنكون نحن كمستخدمين موجودة لنا كلنا، وفيسبوك هو من اليوم بلش انه تكون هي موجودة عنده. فيسبوك هو عملاق كتير كبير بيقدر يأثر على عدد كتير كبير. أيمن يعني هي ليست فكرة جديدة، يعني ذكرت المنصات الأخرى طرحت هذه الفكرة وكلوب هاوس لربما الأشهر، بالتالي لماذا الآن تقدم فيسبوك على هذه الخطوة؟ هل هي يعني خطوة استباقية لعدم خسارة متابعيها، أم أن متابعين فيسبوك أصبحوا في ربما في انخفاض بدوا يتحولون على منصات أخرى؟ هي خدمة كلوب هاوس هي خدمة الدردشة الصوتية رائجة كتير، وفي عدد كتير كبير من الناس عالميا اهتموا بهذا الموضوع وفي استعمال كبير بوقت قليل كتير بأقل من سنة. فهذا لفت نظر فيسبوك وغير المؤسسات انه اذا نحن ركزنا على الصوت واضح انه في اهتمام للناس بالصوت. وفيسبوك هي من زمان عم تشتغل على منتجات صوتية يلي بنت عمها بتشبهها، فمنشان هيك اني قدروا بفترة قليلة كتير لانه هني شغالين كانوا على خدمات صوتية، لما شافوا في اتجاه بهالدردشة بهذه الطريقة قدروا هني انه بطريقة سريعة كتير يكون عندهم هيدي الخدمة لحتى هني عنده كذا مليار مستخدم انه يقدر يستفيد من هيدي الخاصية، وكمان بيضل يستعمل بيضل ضمن فيسبوك، ما قدروا يستعمل غير منصات، بيضل من ضمن عائلة فيسبوك وانستغرام واتساب عم يستعمل هيدي الخاصية. برأيك كيف سيتفاعل مستخدمي فيسبوك مع هذه الخاصية؟ لأنه كان هناك بعض الانتقادات لبعض منصات التواصل الاجتماعي بأنها تلجأ إلى إدخال ميزات ربما لا تتماشى مع طبيعة المستخدمين لديها. هلا اذا نحن بنشوف نحن الخدمات الجديده اللي عم بتكون يلي بفيسبوك او انستغرام لما عملت خاصيه الريلز اللي فيها شبيهه لتيك توك وغيرها، بنشوف نحن بالاول في الناس بتكون يعني قسم منيح منها مش عارف هذه الخاصيه شو هي، مش سامع فيها، مش سامع بكلب هاوس وما فرقني معه كل هالموضوع كله. وعندك قسم تاني يلي هو بيهمه يجرب هالخدمات الجديده، وعندك قسم التالت هو الاهم يلي هو حينتج المضمون يلي كلنا حنستفيد منه. وهون عم بيكونوا في شطاره بالسرعه يلي هو بيفهمها مين بيفهم هالخاصيه اكثر لينتج هذا المضمون للناس تستعمل فيها، واكيد فيسبوك حتستفيد لان كل ما يكون في ناس عم تنتج المضمون حيكون في ناس عم تسمع هذا المضمون وكلنا عم نضل ضمن هذه العائله، ففي استفاده لفيسبوك بالموضوع اكيد. بالاضافه للاستفاده، هل تتوقع بانه يزداد مستخدمي فيسبوك مع هذه الميزه الجديده؟ خلاص والله فيسبوك هو اكل الدنيا كلها، يعني هو موجود يعني تقريبا كل الناس بالعالم اللي عنده انترنت عنده فيسبوك، فهذا ما في خوف انه يكون في الاستقطاب. هون شو عم يصير فيه؟ عم تستفيد فيسبوك انه عم بتحافظ على هالعدد، عم ضل تحسن، يعني كيف المطعم بيضل من وقت لوقت بيزيد صحون معينه بيزيد هذا هيك، ساعتها بنضل احنا منتابع بنروح منتابع فيه هيك بطريقه احسن، بيضل عم يقدر ينافس غيره حتى ما يخسر هالمستخدمين يروحوا على غير خدمات. شكرا لك أيمن عتاني الخبير في مواقع التواصل وأمن المعلومات، كنت معنا من دبي.